ضمن احتفالات محافظة المفرقة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، نظمت مديرية الزراعة وبالتعاون مع شرطة المفرق والشرطة المجتمعية والإدارة الملكية لحماية البيئة حفل بهذه المناسبة، وبرعاية محافظ المفرق تضمنت على كلمات لعدد من المتحدثين استذكروا فيها الإنجازات والنهضة والتطور التي شهدتها المملكة وفي المجالات كافة. التعبير عن الفرح والاعتزاز بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، هي سنوات خير وعطاء شهد الأردن خلالها تطوير وتحديث في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإن شاء الله أننا مستمرين على درب العطاء بهمة النشامة والنشبيات الأردن. وأقيم على هامش الحفل معرض المنتجات الغذائية الريفية والحرفية والأشغال اليدوية المتنوعة ومنتجات صناعية من أعمال أبناء محافظة المفرق، وذلك بهدف تسويق المنتجات ودعم التنمية الاقتصادية والمحلية في المحافظة. لما قدمته مديرية زراعة محافظة المفرق من إنجازات، طبعا قدمت للأسرة الفقيرة مصنع الألبان والمطابخ الإنتاجية وبيوت بلاستيكية، واستفادت منها حوالي 37 أسرة. وفي المشاريع الزراعية، هناك مشاريع زراعية في البادية الشمالية والبادية الغربية. قانا هنا فالمناسبة الطيبة مع مديرية زراعة المفرق هي دعم كمان للمشاريع المنزلية أو المشاريع المتوسطة والبدائية، وهذا كله بعيد على الوطن بالفائدة والدخل وحماية المواطنين من الفقر والبطالة. ومحافظة المفرق من المحافظات التي تتميز بانتشار للقطاع الزراعي، بالإضافة إلى توفير متطلبات المحافظة على المنتجات المحلية وبما يدعم هذه الأسر والاقتصاد الوطني. يوسف المشاقبة، تلفزيون الأردني، محافظة المفرق.